حقوقنا وأجوركم بذكر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. أن خروج الإمام الحسين عليه السلام كان من أجل التوحيد، فالبعد التوحيدي هو البعد الأساسي في العقيدة الإسلامية. وهذه الأيام توجد موجة إلحادية، أو بتعبيرنا العامي مودة أو طريقة جديدة أو فكر جديد حسب الأسلوب اللي يطرحونه للمجتمع، ويغررون به بعض الشباب أو التفكير البسيط بحيث يغرر بعض الكلام المتلوز أو المجمل، ولكن عندما تفتح قشوره تلقاه فارغ، تلقاه سذاجة بسذاجة. بالمعنى العامي احنا كذب مصفط. وعلى أساس أن الملحد هو إنسان مثقف ومنفتح ومتحضر وعلماني، يشوف روحه هو بس وبس والمقابل لا شيء، ويشوف عنده أمكانيات وعبارات وعناوين ومواضيع، وحقك وحقك هو عبارة عن جملتين أو كلمتين أو موضعين حافظن وخابص روحه بيهن، ولا يشوفه فاشل إلى أبعد الحدود. الإمام الحسين عليه السلام في كثير من كلامه يبين أدلة توحيد الله، فيبين حقيقته وجوهره، وينفذ وينفد شبهة الملحدين وأوهامهم. قال عليه السلام: أيها الناس اتقوا هؤلاء المارقة الذين يشبهون الله بأنفسهم، يضاهون قول الذين كفروا من أهل الكتاب، بل هو الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقول المؤرخون إن حبر الأمة عبد الله بن عباس كان يحدث الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقام إليه نافع الأزرق فقال له: تفتي الناس في النملة والقملة، صف لي إلهك الذي تعبد. فأطرق أعظاما لقوله، وكان الإمام الحسين عليه السلام جالسا فانبرى قائلا: إلي يا ابن الأزرق، لست إياك. فثار ابن عباس وقال له إنه من بيت النبوة وهم ورثة العلم. فأقبل نافع نحو الحسين فقال عليه السلام له: يا نافع، من وضع دينه على القياس لم يزل الدهر في التباس، سائلا ناكبا عن المنهاج، ضائعنا بالإعوجاج، ضالا عن السبيل، قائلا غير الجميل. أصف لك إلهي بما وصف به نفسه، وأعرفه بما عرف به نفسه، لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس، قريب غير ملتصق، بعيد غير منتقص، يوحد ولا يبعض، معروف بالآيات، موصوف بالعلامات، لا إله إلا هو الكبير المتعال. فحار الأزرق ولم يطق جوابا. ومن اعتراضات الملحدين على الإسلام إن من يقرأ تاريخ المسلمين يجد القتل والدمار وسفك الدماء. ويمكن الإجابة على مسألة القتل، فرؤوس الإلحاد في العالم هم أشهر القتلة بالعالم، وما عندهم مشكلة لو يبيدون كل العالم. فالملحد المعاصر سان هارس في كتابه نهاية الإيمان صفحة 129 يقول: لا يوجد مانع من قتل الأطفال من قنبلة نووية. رأس الإلحاد بالاتحاد السوفيتي سابقا أيضا، ستالين قتل 50 مليون روسي، هذه الملايين لم تمت في وقت الحرب العالمية الثانية فقط، وإنما كانت هناك عمليات تطهير عرقي استمرت لفترات بعيدة وبشكل شبه دائم. وأيضا ماو تسي تونغ الدكتاتور الصيني الأكبر قتل 79 مليونا من أبناء وطنه، فأصبح بعدها رئيس الحزب الشيوعي بلا منازع ورئيس الجمهورية الصينية الشعبية. فاستهدف الحرس الأحمر
التابع لماو المعابد البوذية والكنائس والمساجد وأحرقوا النصوص المقدسة والتماثيل الدينية. ومن ضمن اعتراضاتهم هو اعتراضهم على مسلسل يوسف الصديق. وشوف أهل الديانات والمعابد والعمائم الفاسدة شلون سيطروا على الأموال وعقول البشر بحيث يقيس الديانات والكتب السماوية وهي شخصيات منحرفة فاسدة سواء كان صاحبين سلطة أو غيرهم سواء عمائم أو مكانات مؤثرة، فيقارنون ويقيسون بقياس واحد بين الرسل السماوية الكتب السماوية والرسل والأنبياء والشخصيات الصالحة والقوانين الإسلامية الدينية والتشريعات مع هؤلاء الشخصيات الفاسدة المنحرفة. ويمكن الإجابة بأنه كيف تقارن بين إنسان صالح نبي من أنبياء الله وبين عمائم فاسدة؟ ثم ما علاقة تصرفات أشخاص منحرفين بأحكام وتشريعات وأخلاقيات كريمة؟ فهناك فرق بين النظرية الصحيحة ومن يطبقها بصورة صحيحة بين الجاهل والضال الذي يستغل نظرية لخداع الناس. ولو تجردت من العصبية قليلاً حاول تنتبه يا الملحد، شوية ركز ويا روحك، لا تشنج وانتبه هسه هاي الكلمات والعبارات وهذا الموضوع، شوف راح تبين انت نظريتك او الشبهة اللي عندك عندك خطأ متوهم جدا. ولو تجردت من العصبية قليلا، وانا اقدر حماسك وانفعالك بسبب فساد الكهنوت عمائم السوء الفاسدين، لكن اهدع قليلا وارجع للتاريخ القريب. وأنا ذكرت لك إحصائيات من فسادهم، فستجد فساد الإلحاديين والشيوعيين ماثلين أمامك اليوم وبالأمس القريب، فإن إجرامهم فاق إجرام كل الأنظمة التي حكمت الأرض على طول التاريخ مثل ستالين ولينين. وأما فساد الكهنوت العمائم فأسأل نفسك أليس بإمكان أمريكا والغرب أن يزولهم في أي لحظة؟ أوليست أمريكا هي التي سلطتهم؟ أوليست تعترف وتعتقد كما كلنا يعتقد أنهم عملاء لأمريكا والغرب وأذناب لهم؟ فأسأل الغرب لماذا سلط الفاسدين دون غيرهم من الناس الصالحين؟ هذه العلمانية والأنظمة العلمانية، فقليل من التفكير يجعلك تميز بين الحق والباطل. فتحدث بما تشاء عن أي عمامة فاسدة وكهنوت مفسد، لكن لا تخلط بين هؤلاء والرسالات السماوية العادلة كل رسالات الإسلام ومسيح ويهود. ويعترض عادة الإلحاديون ودائما على زواج القاصرات، عادة ودائما يطرحه الإلحاديون. ويمكن الإجابة إن هؤلاء الذين يستغلون مآسي الناس ومعاناتهم بسبب عمائم السوء كهنوت الشيطان، فعلينا ألا نخلط الأمور ونكون في مشروع الإلحادين المدمر للقيم والأخلاق. فليس لفاقد الدين والأخلاق أن ينتقي السلبيات مثل زواج القاصرات ويدعي إنه بزواج، إنه ليس بزواج أو إنه زنا أو دعاوى من هذا القبيل. وأقول للإلحاديين، أليست الجريمة أبشع لو تكون البنت القاصر سلعة مباحة لكل من هب ودب من أصدقائها في المدرسة إلى جيرانها وأقربائها وأخوانها وأبيها، حيث لا أحكام دينية ولا أخلاقية تحكم الملحدين الماديين، فليس عندهم حرام ولا حلال. نعم، لا يوجد أي منظومة دينية أو أخلاقية عند الملحدين، فكل شيء عندهم مباح، عبارة عن مادة مشاعة للجميع، والجميع مواد، حالهم حال الأزبال والجمادات. ألا تعلم أن القاصر عند الإلحادي عندها الحرية في أن تصادق أي شخص صغير أو كبير، ولا يوجد مانع ولا رادع لأنه سيخالف الحرية للقاصر؟ وكما هو معمول به في بلدان الغرب، فتذهب الصغيرة عند بيوت أصدقائها
كما أن أصدقائها يأتون عندها في بيتها وفي غرفتها ويفعلون ما يشاءون. ليكن كلامكم منطقيا وعلميا وواقعيا، ولا يكن نابعا عن ردة فعل على العمائم الفاسدة. فأنا لا أثق بكل العمائم الفاسدة المفسدة التي تجهل الناس وتستغلهم، فإني لا أثق بهؤلاء على نفسي، فكيف أثق بهم على أهل بيتي من الكبار أو القاصرين؟ لكن هذا لا يعني أن ننقاد لأفكار الإلحاد وننغز بالإلحاديين. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم.